يعني العرب لم يكونوا أصحاب حكومة، صاروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إمبراطورية عظيمة، حتى إنه الخليفة الأموي في دمشق كان يحكم من الصين الآن، يعني من تركستان التي تحتلها الصين الآن، وحتى فرنسا، كل هذه المساحة كان يحكمها رجل واحد. وكان العرب قبل ذلك لا يستطيعون أن يجتمعوا في شبه دولة، كانوا يعيشون حياة القبيلة. جوستاف لوبون المؤرخ المعروف وعالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي المعروف يقول عن أثر سيدنا محمد في العرب، وأنه لم يكن ثمة أثر مثله. يقول: ومهما يكن من أمر، فإنه مما لا ريب فيه أن محمدا أصاب في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام، ومنها اليهودية والنصرانية. ولذلك كان فضل محمد على العرب عظيماً.